الله يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. اليوم راح عندنا شيء غير طبيعي في أوتوا اسمه الهالوين. في 31 أكتوبر من كل سنة بيحتفلوا الكنديين والأمريكان وبعض الأوروبيين بهذا العيد. خليكم معنا عشان أورجيكم كيف هذا العيد بيحتفلوا فيه الكنديين في أوتوا. يعتبر الهالوين أحد الأعياد الغير رسمية الموجودة في كندا، معظم الكنديين بيحتفلوا فيه، ويعود جذوره إلى إيرلندا حيث امتد إلى إقامة مهرجان كلتي في سامهاين. صدف أن موعد الهالوين يأتي مع احتفال المسيحيين بعيد يوم جميع القديسين، وكلمة هالوين إجت من كلمة هالو إيفن أو ليلة الهالوز أو الشهداء أو القديسين. تفتتح الأيام الثلاث للسنة الطقسية المسيحية الغربية، وتشمل تقاليد الهالوين على الديكوريشن. زي ما انتم شايفين هون بحبوا الناس يجملوا بيوتهم بأضواء وأشياء أشباح وأشياء زي هيك، وفي خدعة بسموها تريك أور تريت، يعني خدعة أو حلوة، وبعض الناس الحلوة للأطفال في هذا العيد. زي ما انتم شايفين الأولاد كلهم بكونوا متركرين بزي هالوين وبدقوا على البواب وبأخذوا بعض الحلويات. You scared me. Hi guys. Let's take a selfie together. في هذا العيد بيعملوا حوائج كتير نحت على القرع، وبيعملوا فوانيس الجاك والإضاءة. طبعا في أطفال كتير بيكونوا بالشوارع، فلازم تنتبهوا في هذا اليوم. طبعا التقاليد انه بتنكر الجميع الكبار والصغار حتى لا تعرفهم الارواح الشريرة، وتقول الاسطورة بان كل الارواح تعود في هذه الليلة الى الارض وتسود وتموج حتى الصباح، وينتقل الاطفال من بيت لاخر معهم هذا الكيس. وطبعا بيملأوا هذا الكيس بالحلوى والشوكولاتة، يعني الناس بتحاولوا انه يشتروا كتير شوكولاتة في هذا الموسم للاطفال. الآن من لا يعطي الأطفال المتنكرين الشوكولاتة أو الحلوى أو الكراميل، بالأسطورة تغضب منه الأرواح الشريرة. Oh my God. It's a real person. Huh? Yeah. You scared me, man. Very nice. Thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. It's great, huh? Yeah. Hi, buddy. Hi. Oh my God. Hi. Oh, you got the camera. Oh, we're getting everything on there. Yeah. Cool. Cool. I love it, guys. Enjoy your day. Yeah. طبعا في 1 نوفمبر، يعني اليوم اللي بيلحق الهالوين، كل الشوكولاتات بتكون في كل السوبر ماركتات 50% اذا مش اكثر، لانهم يعتبر هذا العيد من اكثر الاعياد اللي بيشتروا فيها الشوكولاته وبحركوا سوق الشوكولاته.
desert. It's caught in the crossfire.